أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنتم كنتم مرحبين بهذه المبادرة، هلا عم نسمع شوي الأستاذ أحمد الخير، بس في نقطتين اللي قالوا كتير مهمين، أنتم شو ناقشتوا معهم قصة إذا جلسات مفتوحة أو جلسات تقفل وترجع بيرجع بدع الرئيس بري إلى جلسة أخرى، وهذا اختلاف كتير كبير. يعني احنا باللقاء استمعنا للمبادرة وكنا مرحبين فيه، في انطرحت مثل ما انطرحت بهديك الوقت، لما بعرف شو بيصير فيها بعدين. بشكل بسيط، يتداعى النواب ومهم من يمثل أكثر من 86 نائب إلى جلسة تشاور وبحث في مجلس النواب بموضوع الرئاسة، إن كان بمواصفات وإن كان بأسماء، بأمور متعددة، ويكون هناك عدة أطراف تتشاور وتتحاور مع بعضها كما يحصل اليوم، ولكن بيكونوا بصالة واحدة، لأن اليوم عم بيصير في تحاور ومشاورات بين الكتل اللي بيحكوا مع بعضهم عم بيحكوا، لما بيحكوا مع بعضهم في حدا تاني بيحكي معهم، يعني عم بيصير فيها الموضوع هذا خارج مجلس النواب. يتداعى النواب، يعني ما كان في لحدا موضوع ترأس أو دعوة من أحد أو شيء. كمان هالنواب المتداعيين يطلبون مجتمعين من الرئيس بري تطبيق المواد الدستورية يلي بتفتح جلسة مفتوحة بدورات لا تتوقف إلى حين انتخاب رئيس جمهورية. وأيضا يكون هناك التزام من يلي قبلوا بهالمبادرة إنه ما حدا بيطير نصاب هالجلسات. هيدول ثلاث نقاط الجوهرية الأساسية بالمبدأ يلي عرضوا علينا كمبادرة، ونحن وثقناهم بالمجتمع بشكل مكتوب وواضح لحتى نكون كمان واضحين على شو عم نوافق يعني، ورحبنا بهالمقاربة وقلنا نحن نمشي معه. من بعد أيضا التشاور مع الزملاء بالمعارضة أيضا يلي كمان بغالبيتهم كانوا بنفس الموقف، البعض منهم كان عندهم استفسارات أكثر بعد أنه فسروا لنا أكثر، وكانوا الإخوان المبادرين يعني بالاعتدال عم بيقولوا أنه في جولة تانية بدها تصير لنشوف إذا في تفسيرات وتوضيحات أكثر من هيك، وعلى هذا الشيء تبنى النتائج النهائية. نعم، يعني بحسب ما هلأ عم نسمع أنه اليوم مع الرئيس بري ستكون هذه النقاط موضع نقاش لنشوف، لأنه الرئيس بري كمان بده يوافق، هو رئيس المجلس. إذا بتكون جلسات بدورات متتالية ولا تختتم إلا بانتخاب رئيس جمهورية، أو لا جلسات تقفل ويعاد الدعوة إلى جلسة أخرى، وهذا لا يقفل باب التشريع. لا، في مادة 74 ومادة 75 بالدستور، هن مكتوبين يعني مش إنه عم نخترعهم. وحدة بتقول يجتمع المجلس فورا بحكم القانون إذا خلت سدة الرئاسة، هذيك إذا كانت قبل خلو سدة الرئاسة يدعو رئيس المجلس إلى جلسة انتخاب وكذا وكذا، بس هون إذا خلت سدة الرئاسة ما بقى في رئيس لأسباب لأي سبب إن كان، بيجتمع المجلس فورا بحكم القانون، مش حاطط حتى يدعى المجلس، بس إنه عم نقول يعني خلينا بضمن الدعوة وضمن يعني اللياقات. مادة 75 بتقول إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس بده يقوم فقط بعملية الانتخاب ولا أي عمل آخر، ومحدد الدستور انه ما بيكون هيئة تشريعية، بيكون هيئة انتخابية. من هون ما في شيء اسمه اقفال محضر الجلسة وفتح محضر الجلسة. في مجلس ملتئم ما بقى يعمل شيء الا لينتخب رئيس جمهورية. واذا في حال ما كان في مجلس نواب كمان، انحل مجلس نواب وما في رئيس جمهورية او توفى رئيس جمهورية، بنروح فورا بحسب الدستور كمان لانتخابات نيابية لتكوين مجلس نواب وبعدين انتخاب رئيس جمهورية. فاذا الدستور كتير واضح على هالامور. هلا اذا في شوية هيك يعني، هلا كان يجب يطبق من وقت خلو الرئاسة يعني، وهذا اللي عم نطالب فيه من اول نهار نحن، ومستعدين نكون موجودين بمجلس نواب باي لحظة، واذا في تشاور بين النواب بالمجلس نحن عم ننتخب رئيس بصير هالتشاور. طيب خليني اسالك، هلا رايحين عند الرئيس بري، اذا اليوم اجوا قالوا لكم الاعتدال، لانه في مواضيع اشكالية هول النقاط، انه جلسة تشاورية بس يكون في امين سر لها، موزع كلام، كاتب محضر، شخصية معينة، هن اصحاب المبادرة بيقدروا. بس قصدي شو بكون موقفكم انتم؟ يعني انتم بتقبلوا مثلا كان في كلام انه ممكن يكون نائب رئيس مجلس النواب انه هو يوزع الكلام، لانه بدنا حدا يوزع انه تفضل يعني، مثل انه اداره التشاور يعني. برد بسؤال، نحن وعم نعمل قانون التمديد للقيادات العسكريه والامنيه، كنا واقفين بالجلسه كان في خمس قوانين مطروحين معجل مكرر كلهم ومدرجين على جدول الاعمال،
وبالجلسة كنا عم نحكي كلنا مع بعضنا وما كان حدا يعني اخذ كلام او غيره. وبالجلسة تم التشريع وقوفا وجلوسا وحديث جانبي من هون وجانبي من هون داخل الجلسة ووصلنا لتشريع. نحن شو عم نجرب نعمل بهالتداعي؟ واضح نحن عم نتداعى متفقين مسبقا انه نتداعى الى جلسة نتشاور بين بعضنا. والتشاور الثنائي ممكن يكون في له فاسيليتيتر او يعني منظم يعني داخل التشاور وليس رئيس جلسه لانه ليست جلسه. نحن ما عم ندعي على جلسه يعني فاسيليتيتر فينا ما ندعي انا عم سهلهم اياها اكثر. فينا نكون كل واحد بمكتبه وحدا يروح يبرم على الكل يعني صايره قبل او هني بهالمبادرين يعني يجمعوا افكار الكل يعني ويصير في تشاور ثنائي بين كتله واخرى بين مجموعه واخرى ويصير في تقاطع افكار اذا عم نقول نحن شو الاليه الافضل للوصول للانتخابات الرئاسيه بدون ما نجتمع بالجلسة كمان. يعني هاي الجلسة منا جلسة منظمة ليكون فيها يعني حوار ولا يعني ما بتكون أي شكل من أشكال التنظيم. هيدا تشاور لقلك ليش لأنه أي حتى ما شيء. تشرعوا أي حوار سابق لانتخاب الجمهورية هيدا صار اسمه بدع وأعراف عم نطلع من الدستور. طالما عم نتناقش كلنا مع بعضنا ككتل نيابية